عيالك فين؟ موجودين في المخيم. في مخيم الهوي. عندك لا ابن في مخيم الروج. قد ايه ولادك؟ سن والله نسيت عمان صراحة. يعني كبار ولا اطفال يعني؟ لا بس بنتي يمكن 8 سنوات الآن، وابني 6 سنوات وشوي. مش شفتهمش بقالك قد ايه؟ هذا سنتين؟ لا شفتهم مرة في 2018. نعم. لو رجع بيك الزمن اللي ورا هتعمل ايه؟ وانت في المانيا ولا في تونس؟ والله يعني في لحظة صدق مع نفسك قول لي، يعني لو رجع بيك الزمن واختياراتك لسه قدامك تعمل ايه؟ أول شيء ما أطلع من ألمانيا. ثاني شيء يعني راح أقول لك إياها وأنا مسؤول عنها هذه الكلمة، لو ألاقي سوري غرقان بده يموت، غرقان غرقان بده يموت لهون، ويقول لي بس أعطيني قشاية عشان أطلع من المي ما أغرق، والله ما أساعده الصراحة. ليش؟ لأن جينا يعني صراحة ما كل الدواعش يستاهلوا هذه المعاملة منكم ترى صراحة. يعني العالم كله نبذنا، دولنا تخلت عنا، مسجونين محرومين من نسائنا وأطفالنا. يعني لو رجع بيك الزمن مش هتيجي على سوريا؟ أكيد